المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الجديدة نقدم إلى حضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي وبحضور رئيس الحكومة بايمي باداكي ألبير اختتام فعاليات الدورة العادية البرلمانية الثانية للجمعية الوطنية لعام 2017. وفي خطابه الختامي أكد كبادي بأن الجمعية الوطنية خلال هذه الدورة قامت بالعديد من الأنشطة. فيما يتعلق بمأساة المهاجرين، فإن الجمعية الوطنية تدين بشدة الممارسات الوحشية والبغيضة المتمثلة في بيع البشر، منها الضحايا المهاجرون في الأراضي الليبية. الجمعية الوطنية تدعو الحكومة التشادية على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية اللازمة مع الحكومة الليبية من أجل توضيح الحالة الخاصة للمواطنين التشاديين المقيمين في ليبيا والحفاظ على كرامتهم. هذه المأساة التي يعيشها المهاجرون اليوم في ليبيا ترتبط ارتباطا وثيقا بضعف الدولة وتدهور الوضع الأمني في هذا البلد، حيث الجماعات الجهادية وتجار المخدرات من جميع الجهات ينشرون الموت والخراب في الأراضي المحتلة. في هذا السياق الذي تميز بانعدام الأمن على نطاق واسع في ليبيا والذي ينتشر في إقليمي حوض بحيرة تشاد والساحل، هناك ضرورة ملحة للدول المعنية لتتبادل جهودها بغيض ضمان أمن سكانها وأراضيها، وهذا يتطلب الإرادة والالتزام والعمل المنسق لجميع الدول لضمان السلام والأمن والاستقرار في الساحل. ولهذه الغاية فإن الجمعية الوطنية تعرب عن امتنانها العميق للمنظمات العالمية والقارية والإقليمية ولجميع الدول التي تعمل من أجل تفعيل قوة مجموعة خمسة في الساحل من خلال الدعم اللوجستي والفني والمالي والمادي. شهدت وزارة الخارجية عملية تسليم وتسلم المهام بين الوزير السابق الدكتور إبراهيم حسين طه والجديد محمد زين شريف. المناسبة رأستها الأمين العام للحكومة آسيا أبو آدم حسن المكاي والمزيد من التفاصيل. بعد 11 شهرا من توليه مهام وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي، حسين إبراهيم طه وأمينة الدولة بالوزارة حواء عثمان جامع يسلم مهام الوزارة إلى الوزير الجديد شريف محمد زين الذي عين في التشكيلة الوزارية الأخيرة وزيرا للشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي برفقة أمينة الدولة لدى الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي كاد إليزابيز التي كانت تشغل سابقا منصب وزيرة المرأة. وخلال حفل التسليم والتسلم شكر الوزير المغادر حسين إبراهيم طه رئيس الجمهورية على ثقته به ووضعه في هذه الوزارة الاستراتيجية التي أتاحت له الفرصة ليخدم الوطن، مشيرا إلى أن الوزير الجديد شريف محمد زين يملك خبرات كبيرة في مجال الدبلوماسية وذلك نظرا لتمثيله البلاد دوليا. الوزير الجديد شريف محمد زين في كلمته شكر الله على منحه الفرصة مرة أخرى لتمثيل البلاد وخدمتها عبر منصب وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي، واصلا شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو على تكليفه بهذه المهمة من أجل تمثيل البلاد إفريقيا ودوليا، مثنيا على الجهود الهائلة التي بذلتها الوزارة بقيادة الوزير المغادر حسين إبراهيم طه، حيث سجلت الدبلوماسية التشادية العديد من الإنجازات والنجاحات على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا بأنه سيعمل من أجل تحقيق دبلوماسية حقيقية تكون أداة للتنمية في إدماج القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك بتركيزه على تحسين ظروف العمل وتعزيز قدرات الموارد البشرية لتواكب التدريب المستمر والتنمية، داعين الجميع إلى التضامن والتكاتف من أجل أداء المهام بالشكل المطلوب. وانتهى حفل التسليم والتسلم بتوقيع كل من الوزير المغادر حسين إبراهيم طه والوزير الجديد شريف محمد زين على محضر التسلم بحضور الأمينة العامة للحكومة آسيا أبو